صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل والسعادة، صباح منور بلون قلوبكم الصافية. معاكم نانسي الشيمي على مدار ساعة مع برنامجكم نص الدنيا. والنهاردة فقرتنا مختلفة جدا. 2020 شالت مخلت، كانت سنة صعبة جدا 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 علينا كلنا، هزت ثقتنا في نفسنا، جابت لنا توحد بصراحة. وعشان كده النهاردة ضيفتنا ضيفة مختلفة، هتتكلم معانا وتساعدنا ازاي نمر من 2020 وندخل 2021 ونبقى بحالة أحسن وبسعادة أكتر. ومعانا دكتورة أسماء مراد الفخراني، أهلا بيكي. أهلا بيكي يا نانسي، أنا مبسوطة إن احنا تقابلنا، احنا أصحاب يا جماعة أساسا. أنت منورانا والله. وحبيبة قلبي والله، منورة الدنيا ومبروك البرنامج الجميل. ربنا يخليك يا رب. بالتوفيق ليك يا حبيبتي. يا رب يخليكي، أنت اللي منورة. ربنا يخليكي، ده نورك والله. مدربة أنوثة. أيوة. ليه؟ ويعني ليه وعشان إيه؟ وأكتر سؤال بتسأله يا نانسي يعني إيه؟ والله أقول لهم اللقب اللي جالي يا جماعة عشان أنا رحت له. هو أنا أخصائية في علم اجتماع المرأة والوعي الأنثوي وتنمية بشرية وإرشاد أسري والحاجات الجميلة دي مع بعض. ففي المكتب الستات والبنات كانوا بيجوني يتكلموا بقى في المشاكل بتاعتهم، فلاحظت ان اكتر مشكله يا نانسي هي مشكلتها مع نفسها ومع انوثتها. فلقيت نفسي بقالي سنه بعمل حلول ليهم ولمشاكلهم في القصه دي، فقلت يبقى انا فعلا بدربهم على الوعي الانثوي اللي هي الانوثه. بالظبط. فانا الحقيقه شفت حد مدربات في البلاد العربيه قالوا الاسم ده، فقلت ايه ده، الله ده الاسم ده حلو قوي، ده انا فعلا بعمل كده. فخلاص سميت نفسي بقى مدربه الوعي الانثوي او الانوثه، وده كان سبب اني اكون ترند الحمد لله من كام سنه، وده زود التفاعل من الستات والبنات، خدوه بشكل كوميدي الاول وبعد كده خلاص اكيد كنت لسه هقولك اعترفوا ان هم محتاجين بعض التعديل في سلوكياتهم، عشان الست بيحصل لها دايما بقول وقت انثوي في طفولتها بسبب التربيه الخاطئه للبنت. معنى الأنوثة اللي تقصديها إيه؟ الأنوثة اللي أقصدها إن هي يبقى عندها وعي بنفسها، ما عندهاش خوف. أعداء الأنوثة هم الخوف والغضب والخجل، مش الحياء. يعني عدم الثقة في النفس؟ الخجل الخجل بيخليني مش قادرة أتكلم، مش قادرة أبقى اجتماعية، بيشدني للأرض طاقة سلبية، لكن الحياء شعبة من شعب الإيمان، حتى الراجل لو عنده حياء بيبقى حاجة كويسة. حتى ربنا سبحانه وتعالى إن الله حيائي. فالحياء حاجة كويسة، مش بتلغي شخصيتي ولا بتلغي قدراتي ولا بتلغي تطويري الذاتي. فهي بيبقى عندها الخجل ان زوجها ساعات يبقى عندها خجل ان هي تعبر عن انوثتها لزوجها، فده بيعمل مشاكل كتيره قوي يا نانسي في الحياه الزوجيه. فاحنا بنساعدهم في دي رقم واحد، بس انا بحب ابتدي من الطفوله. تمام. حاجه كمان الغضب، الغضب من اعداء الانوثه الرهيبه، ان انت ممكن تلاقي ست جميله جدا وزي القمر بس عصبيه واجريسيف بتاع دي، بصي بتبوظ انوثتها تماما. وفي امثله كتير ممكن نقولها لناس مشاهير بس ما نحبش، مش لازم، بس بجد لو شفتي بنت جميله جدا واتعصبت وتعاملت برجوله شويه يقول لك مسترجله، مع انها جميله مسترجله. الحياه برضو يا اسماء يعني صعبه. طبعا ضغوط الحياه صعبه، بس الست يا نانسي هي اللي بتتخلى عن انوثتها بمزاجها. أوكي. يعني في زوج بيتجوزها وبيتفقوا ويتعاونوا مع بعض في الشغل، يلاقيها هي فجأة سابت صحابها، سابت هوايتها، سابت هويتها، هي بمزاجها عشان هي بتبرمجة على ده. بالظبط. مع الوقت الأنثوي مش بس إني كارهة أنوثتي فبغضب وبخجل أعبر عنها، الغضب إحنا قلنا الغضب والإيه؟ الغضب والخجل، الخجل لعدم الثقة في النفس والخوف، والخوف إني خايفة أعبر عشان حصل وقت أنثوي. دلوقتي لما تيجي أنت عندك بنوتة صح؟ لا ما عندكيش بنوتة؟ جيبي بنوتة بقى وتربيها صح من الأول. لما نربي بناتنا من هم صغيرين عندهم الحياء أو من ينشأ في الحلية، تحب تلبس، تحب تمسك كعب العالي بتاعك، تحب تجرب الروج بتاع ماما، هي حابة أنوثتها فطرية من أول ما اتولدت. حصل إزاي الوقت الأنثوي ده بقى؟ ان انا بخوفها من انوثتها، اني بزعق لها وبغضب عليها. فهي بتخاف بعد كده تعبر عنها وان دي حاجه غلط. فتلاقي البنت جميله بس عصبيه. أوكي. وتلاقيها عندها انوثه من عند ربنا، بس هي اتربت ان دي اخلاق وما ينفعش ابينها. جوزي يقول عليا ايه، طب ما هو متجوزك عشان انوثتك مش عشان تبقي شغاله في البيت وتعملي حاجات. اوكي. ايوه. فدي دي حاجات كتيره قوي بتبقى في تربيه البنت هي اللي بتؤدي لنقص الوعي الانثوي، او ان هي تبقى محتاجه حد يساعدها ان احنا نطلع الانوثه دي من اول وجديد. فمدربه انوثه يعني كده. تمام. اكتر سن بيجي لك عنده مشاكل، كبار ولا صغيرين؟ كله للاسف، كله للأسف. بس المتزوجات مشاكلهم بتبقى محتاجه أكتر. علاج اكتر، خصوصا ان المتزوجه عندها 30 سنه 35 سنه وتلاقيها يعني ما فيش، مش عارفه حاجه في حاجه،
فللاسف وقت ونسوي او الام ما علمتهاش حاجه، لان هي الام نفسها مامتها ما عملتلهاش حاجه والجده وهكذا. طيب. فهي سلسله طويله من الاهمال في الوعي الانثوي للست. أوكي. من وهي طفله. طب 2020 ومشاكلها الكتير كلها مالها عماله يعني تغضبي عليها ليه؟ والله لا لا الحمد كل لله كل حاجه فيها ميزه، كل حاجه طبعا كفايه. بصي دايما للنص المليان كفايه طبعاً. ان انا طلعت من 2020 بفضل الله لم اصاب بالكورونا، ربنا يعافينا، ما حصلليش حاجه، ما حصلش حاجه لولادي لجوزي لعيلتي الحمد لله. الحاجات دي بصي هو الحمد لله واكيد احنا في نعمه، بس هي النقطة ان الواحد بيبقى مضغوط عصبيا جدا. الضغط العصبي بس ده انا مش عايزاها تبقى عدوى يا نانسي، ان كلنا بنقلد بعض في الكلمة دي من غير ما ناخد بالنا. دي سنة كانت كبيسة، دي سنة حتى الظهر لا تسب الظهر. دي بتبقى غصب عننا. صح. اوكي مركزين. صح. على الغلط بس. حتى لسه كاتبه البوست بالليل ان انتوا ركزوا يا جماعه، دي من حقيقه للشيطان ان هو يقلل لك النعمه اللي انت فيها. عندك حق بجد والله. فانا شخصيه متفائله عشان كده. طب الحمد لله. ان دايما بشوف دايما شوفي الخير والامل في عين العاصفه، في عاصفه لا في بعدها هدوء. دكتور اسماء احنا معانا مداخله تليفونيه ونقول الو. الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك ايه؟ اسمي ولاء. اهلا بيكي يا ولاء. دكتور اسماء معاك. دكتور اسماء انا واحده متجوزه وعندي اطفال. واطفال في سن صغير قوي طبعا. دول بيزودوا من توتر. بيمنعوا اي انوثه او اي طب دور. استني بيزودوا التوتر ازاي؟ تعالي هنا. بيزودوا التوتر ازاي؟ هما بيتولدوا خام جدا، انت اللي زودت لهم التوتر شقاوه بقى. انت اللي الكتالوج برضو القديم الثاني ان احنا انا هسيب لكم البيت، انت الولاد مجننيني، في حين ان احنا ممكن احنا اللي نكون مجننينهم. خدي بالك انت بتتعاملي معاهم ازاي. معلش احنا هنتكلم بصراحه. هم بصي يعني هم طبعا بيعملوا حركات كتير وبيتقردنوا وبيتعفرطوا جدا. ثانيه واحده. طيب ثانيه واحده. بيتعفرطوا بيتحركوا كتير. الطفل المطلوب منه ايه؟ يقعد ما يتحركش، يبقى ما عندوش قدرات كده ويبقى متكتف كده قاعد في العسكريه في الجيش. دي فطرته الطبيعيه دايما. بتكلم حتى فتره المراهقه كل ما نتكلم عن حاجه نشوف هو ربنا خلقها لنا الطبيعي بتاعها ايه. لازم تسيب لهم مساحه، خصص لهم وقت. لسه كنت بقول امبارح يا ولاء لحد تقول لي انا مش بعرف ادخل اعمل الاكل لان ولادي بيقلبوا لي المطبخ. العلاج حاجه بسيطه جدا، هم عندهم طاقه وعندهم قدره. استغلي القدره والطاقه دي ان انت تخليهم يكسروا معاكي بيدي بهوايه الاطفال، يقلبوا معاكي حاجه، يحطوا الاطباق والكوبايات فوق بعض. بصي هتلاقي الدنيا زي الفل ومتعاونين معاكي ومفيش بقى لا زهيق ولا اي حاجه من اللي انت بتبقي فيها دي. حاولي تبرمجي الطريقه تبقى كده. وايه تاني؟ احكي يعني برضو بص انا برضو فاهمه ان هما لازم يبقى يعني يلعبوا براحتهم يتبسطوا ويقضوا وقت مرحهم عادي، بس ساعات بقى هما يعني بيتلاقوا مع بعض بيحاولوا يبوظوا كل العابهم بطريقه غريبه عشان هما ده الاستكشاف اللي عندهم برضو. بص انا بحاول الفت نظرك للايجابيات في تربيه الاطفال. مش ممكن يطلعوا مؤدبين وكانهم انسان آلي انا بحركه بالريموت كنترول وروح وتعالى. على فكره مش تطلع عنده شخصيه، وهيطلع شخصيه تابعه للاخرين وهيجربي ولاد بنفسه. وهيبقى خايف جدا ان هو يتعامل معاه. جربي. فده حب استكشاف. هاتلهم العاب بيفككوها ويركبوها ويشوفوا فيها ايه. فهماني؟ هيقدروا هم يطلعوا المواهب. خلينا نجرب كده. جربي واتصلي بينا تاني قولي لنا ايه اللي حصل. ميرسي جدا يا ولاء، شكرا على اتصالك. الاطفال عندهم طاقه جميله لو احنا استغليناها صح. مش هنكون يعني المال والبنون زينه الحياه الدنيا. هم زينه حياتك. ليه أكيد. ليه نتبرمج ان ده مضايقني، ده مطلعين عيني، ده في ستات كتير محرومين. هو بيبقى يمكن نوع من الخوف. احنا خوف الزايد، يعني خوف الام الزايد على اولادها، بتبقى عايزه تحميهم بدرجه زياده. مش خوف يا نانسي قد ما انا بجد لو لاحظتي كلامي هتلاقي برمجه سابقه ممكن. خاطئه. ليه؟ لان كلنا اتربينا غلط. اتربينا غلط وهم اهالينا معذورين يا حبايبي اتربوا برضو بنفس الطريقه للأسف. لان زمان كانوا برضو الاباء والامهات ما كانوش متعلمين قوي، بس في كان عندهم حته الحكمه. فلما يجوا يربوا ولادهم بيربوهم على نفس اللي بنسمعه من بابا وماما والعيله. الولاد طلعوا عيني، الولاد مجنني، انا لازم اسيب لهم البيت. طب ما تغيروا الايه وتشوفوا انا همشروها في حته ومحدش هيعرف. اصدقائك احلى اصدقاء واحلى حب طاهر حقيقي هم ولادي. اكيد اكيد بجد. واحلى حضن انت محتاجاه قبلهم طبعا حقيقي. لو حضنتي الاطفال ليهم حتى الرائحه الطبيعيه بتاعت جسم الاطفال دي بتريح لك نفسيتك، خصوصا لما هم ولادك.
طب ولما يكبروا شويه وما يبقوش اطفال؟ سن المراهقه لسه قايلين الكلام ده قريب، ان بيبتدي من وهو طفل صغير جدا. انا بعوده، بديله معتقدات. الناس فاكره ان ده طفل مش عارف حاجه، ده هي اللي هو فاهم حاجه، لا فاهم كل حاجه من هو جنين في بطن مامته. المفروض ان انا ابتدي افهمه 1 2 3، والطفل بيفهم من نظره عينك حتى لو هو لسه ما اتعلمش الكلام. ذكاء الاطفال طبعا. فانت تعوديه وتعلميه على الحاجات دي كلها، يبتدي يجي سن المراهقه يبقى انا عامله بيزك اساسي لبعض الاشياء، هو يبتدي استيعابه يكبر اكتر فيفهم اللي انا بقوله اكتر. اوكي تمام. طب والتمرد؟ التمرد زي ما قلت لك دلوقتي، شوفي هم دلوقتي بيتشاؤوا مع ولاء، بتقول لك بيتشاؤوا وبيضايقوني وعايزين يكسروا، عايزين يكتشفوا طاقه حلوه عندهم. لو ما عملوش كده يا ولاء يبقوا مش طبيعيين، يبقى نخاف عليهم. فالتمرد بيجي من انا ام، انا اللي بعاندهم فيطلعوا عندهم عند. تمام. لكن لو انا صديقتهم بعلمهم بالصح بالغلط بالرفق ومثلث المشاعر اللي انت عارفاه طبعا، انت مذاكره كل حاجه طبعا الهمس واللمس والنظرات مع اولادي مع زوجي في الاسره طبعا، مش بنقول في حاجه تانية، هيبقى في فن تواصل بيني وبينهم، هيقدروا حتى اللي انا بعمله عشانهم وهيبقوا فاهميني، يبقى في موده ورحمه وعلاقه حلوه، لكن مش علاقه تملك وانا الجلاد اللي هعذب الولاد وانا اللي ده ملكي بتاعي انا اضربه اعمل فيه اللي انا عايزه. طب ساعات العلاقات المؤذيه اللي بره البيت بتاثر على سواء بقى يعني سلوك الاب او الام غصبا عنهم طبعا، بتزود التوتر بتزود الحده قصدك علاقات زي ايه في الشغل يعني مثلا؟ في الشغل في الشارع ساعات بيبقى في ناس يعني علاقات سامه او يعني حد بيمص طاقه ايجابيه من البني ادم فيطلع يطلعها على اللي في البيت غصبا عنه. ادي دي برمجه تانية. انا ازاي اتعامل بقى مع الشخص ده؟ انا مش هينفع الغيه من حياتي. ثانيه واحده، احنا دي برمجه تانية برضو للاسف خاطئه. انا بتبرمج اتجوزي، جوزك لو زعلان اصله ضربني اصله عمل اصله كشف وشي اصله رمالي الاكل، معلش التمسي له العذر اصله هو جاي متضايق من الشغل. طب وليه ما ترميش مشاكلك وتدخل اهدى شويه وتفضفض بدل ما تعمل غضب على الست وتتحمل؟ انا افصل يعني سي ان مثلا حد عنده زميل في الشغل بيمص طاقته الايجابيه بيقعد يحبطه طول الوقت او بيضايقه او كده، اوقفها يا اوقفها ازاي بقى؟ اعمل اناف كفايه، ما ترميش طاقتك عليا وتسرق طاقتي. اقول له حلول. على فكره في ناس كده انا بسميهم شايلين شنطه كده على كتافهم اللي فيها الهموم بتاعتهم كلها. ساعات بيكون مشكلتهم خلصت بس هم حابين طول الوقت بيحبوا يعيشوا في دور الضحيه. فانت بتوقفيه في الواقع، وفي ناس بتزعل وتسكت وتبطل تشتكي لك، مش بتزعل اللي هي كبسه ايه ده انا بشتكي ليه، فاهمه؟ اللي هي المشكله خلصت اساسا وانت عمال تحكي لي تحكي لي تحكي لي، طب انت عايز ايه يعني؟ عايز تشوفني زيك مثلا؟ او ليه انت عايش في الماضي والمشكله اتحلت؟ او ليه مش بتحل المشكله اساسا؟ يعني معظمنا بيتكلم في مش بيتكلم في المشكله وبيتكلم في ما وراء المشكله واللي بيحصل. الله يكون في عونك طول الوقت. الناس مشاكل وبس طاقه سلبيه، بس انا ببقى سعيده يعني انا بحب اسمع الناس انت عارفه. وطيب دلوقتي خلاص انا دخلت البيت والعلاقات المؤذيه دي انا قررت ان انا هنساها، بس ما هو انا غصبا عني انا العلاقات القريبه بقى حماتي جوزي يعني في ناس دي. مش هقدر لا بالحب بالزياده شويه، مثلث المشاعر اللي قلنا عليه بالحب شويه ان احنا نتواصل ان احنا نطبطب. في ام زي ما ولاء مثلا بتتعصب من الولاد مضايقينها وكده، احضنيه من غير ما تتكلمي خالص، ده رقم واحد علاج ساحر. أوكي. حتى مع الزوج حتى مع الاولاد ساحر جدا. ليه؟ بيهدى نفسيا. الغضب والعند والحاجات اللي بتحصل والمقاومه دي عشان انا جوايا حاجه مضايقاني ومزعلاني، فده الترجمه بتاعتها رد فعلي كده. فاحضنيه وطبطبي عليه وما تنطقيش ولا كلمه، ليه ريلاكس هادي جدا جدا جدا. فالعلاج بالمشاعر. الاسره مين هيحن على اولادك غيرك؟ او مين اللي هيحن عليا غير بابايا ومامتي؟ بقى مش هيحن عليا حد من بره. صح. فده المفروض اللي نعمله. اشتغلوا صح في الاسره هتلاقوا الولاد زي الفل معاكم. وقصه العند دي مشكله. انا لسه قايله ان العند ده احيانا من ضمن الاسباب ان انا في طفل بجري وراه بالطبق والمعلقه. كلنا طبعا عملنا القصه الجميله دي كلنا كرهناهم في الاكل فبتجري وراه وتاكليه غصب عنه عشان انت خايفه عليه زي ما بتقولي، فبيطلع طفل عنيد رفض رفض لكل حاجه مش للاكل بس. فانت خليكي ديمقراطيه مع اولادك وفهميهم الصح من الغلط، وعلموا اولادكم اسئلتهم الحرجه كمان ان انتوا تردوا عليها بطريقه على قد عقليتهم كل ما يكبروا لغايه ما هم يستوعبوها لوحدهم. طب العند اللي في سن المراهقه ده بيبقى عند من اجل العند؟ لا، والهرمونات اللي في جسمهم اللي بتطلع بالظبط. يعني طيب ده الام ازاي تبقى حكيمه؟ ما هو برده يعني قلنا بيبدا في الطفوله. لو انا صاحبتهم وهم اطفال اول ما يبتدوا يكبروا هتلاقيها وهي مراهقه تتعصب عليكي شويه، وبعد شويه
ماما معلش لو انت قابلتي ده بالحنيه اللي احنا قلنا عليها وبمشاعر الفياضه اللي قلنا عليها ودي المفروض تبقى طبيعيه، ما ده المفروض هتلاقي رد فعل البنت ان هي بقت اهدى، وبعد ما تتعصب عصبيه الهرمونات بتاع المراهقه هي نص بنوته ونص ست، خدي بالك يعني بتروح لدي شويه ودي شويه، فهتلاقيها هديت معاكي وابتدت تتكلم معاكي، ماما معلش انا متعصبه، والله انا عارفه انا بتضايق ليه. معظم المراهقين هيقولوا كده. ومن ضمن الحاجات اللي بتعمل مشاكل مع المراهقين ان انا بحب صحابي اكتر منكم، اكتر من الاسره، عشان هم فاهميني اكتر. احترمي صحابهم حتى لو مش عاجبينك، احترميهم وقدريهم وقولي لهم خدهم من كل حد من الاصدقاء الحلو اللي فيهم، لان مش كلنا كاملين، كلنا فينا عيوب. اكيد مش حد كامل. اكيد. طيب لو ولد مش بنت. ايوه. مع انه والله بقى اهدى دلوقتي يا نانسي، اهدى من البنات. لا بس في السن المراهقه برضو اكيد يعني ترويض الاسد صعب قوي. طبعا ده المفروض دور الاب. ما دي بقى انت بتتكلمي في نقط مهمه بجد، ان الاب بيسيب الام شيلي كل الشيله، والست المصريه للاسف اكتر حد عندها المشكله دي، ودي تمرين واكلي وشربي وروحي وتعالي، وهي مستسلمه بده، هي راضيه بده من الاساس زي ما قلت لك، ومستغنيه عن دورها كزوجه مثلا بس وبتراعي بس، لا بتبقى يعني سوبر وومن يعني بتعمل كل حاجه، فالزوج بيستسلم لده بيطلع يشتغل، لا مش كفايه انا بشتغل، مش كفايه انا بجيب لكم وكذا كذا. فلازم يبقى في دور تكاملي بينها وبين زوجها. يقعدوا يذاكروا مع بعض للولاد، يشوفوا مشاكلهم مع بعض. انت امهم خلاص، انا خلفهم بس، ما ينفعش. طب لو فصلنا بقى كل المؤثرات الخارجيه للست وعايزين ندخل 2021 وتبقى يعني ان شاء الله باذن الله يا رب يا رب هتبقى سنه جميله ان شاء الله. بس احنا اللي هنخليها جميله اكيد ان شاء الله. عايزين نشحن بقى، نشحن بالتخطيط. كلنا بنجيب نخطط بقى نعمل ما تقولوليش بقى الكوميك بتاعنا، الخطه عندي الجديده زي ما هي بتاع السنه اللي فاتت جديده زي ما هي. لا خططوا لحياتكم بس تكون الخطه فيها مرونه. يعني عندي بصي حاجات قد كده بخطط واكتب واعمل، انت لما تشوفي بعد شهر بعد سنه بعد سنتين اللي انت كاتباه، الله انا عملت ده وعملت ده وعملت ده. بس لازم الشرط الاساسي تكون واقعيه وفيها نوع من انواع المرونه. انا بخطط لبكره من النهارده. في اساسيات يعني لازم اي حد لازم يبقى حاططها في الخطه الجديده. طبعا زي اول حاجه اخطط في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى، لو حسنت مع ربنا هحسن مع كل الناس، بعد كده مع نفسي اللي انا ناسياها، بعد كده مع الناس والاخرين. مع ربنا انا هزود صلاه، هزود، هعمل خطه اني هطلع عمره، هحج، هعمل صدقه، هصلي النوافل. انت وربنا دي علاقه خاصه بيك وبيكي، مفيش حد يتدخل فيها، مفيش حد يقول لحد انت قليل، انت اصل انت لابسه، اصل انت مش محجبه، ملناش دعوه بحد. صح. مفيش حد يدخل يتاله على حد. بعد علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى، لان لو اصلحتها تصلح لي كل حاجه، علاقتي مع نفسي. مع نفسي دي بقى قصه كبيره يا نانسي. ليه؟ لان كل اللي بيتكلم في مشاكل بيتكلم عن انا ونانسي تقابلنا، انا وجوزي عملنا، انا مع الاخرين وننسى نفسنا. بالظبط. لما يجوا يتكلموا معايا بقى في كورس اتيكيت الانوثه والجمال والحاجات دي، بقول لها تعالي اتكلمي عن نفسك، تعالي اعملي سيره سي في انوثه خاصه بيكي، تعالي اتكلموا مع نفسكم الاول. سي في انوثه؟ طبعا سي في انوثه، قسم ذاتي وقسم جسدي، شكلي ومن جوه. الرجاله برضو ممكن يعملوا حاجات زي كده، ان انت اقعدوا مع نفسكم اكتبي كل حاجه في صفاتك، اكتبي مميزاتك، اكتبي عيوبك، ايجابياتك، سلبياتك، اعملوا كمان ايه اللي انتوا انجزتوه في حياتكم من اول خدت ابتدائيه واعداديه وشهادات وكورسات وانجازاتك في حياتك كلها، وبعد كده شوفوا ايه اللي انتوا ناويين تنجزوه. لكن ما يبقاش حاجات خياليه بقى، انا هبقى رائد فضاء، انا هطلع في الحاجات الخياليه دي بلاش منها، خليها واقعيه على قد قدرتك عشان ما يجيليش احباط. لا اللي بيجي له احباط كمان اللي بيعمل الخطه بتاعت المذاكره بتاعته، انا هذاكر الكيمياء والفيزياء ولا احيانا هذاكر، بيحط حاجات كتيره قوي ما يقدرش ينفذ. تمام. طيب دكتور اسماء، لما يذكر اسمها يبقى يذكر حاجه اسمها النيرفانا. ايه هي النيرفانا؟ بصي دي جلسة النيرفانا، اسم النيرفانا اساسا معناه الاطفاء للمشاعر السلبية كلها اللي جواكي. الله. فهي جت بصراحة وليدة اللحظة مع بنوتة جميلة، هي بفضل الله الحمد لله اتجوزت. الحمد لله. الحمد لله. هي كانت ما شاء الله عليها، ودي برضو مثال حلو للستات، بتشتغل في مركز عالي جدا، مش هنقول وظيفة عشان برضو ما تتعرفش. جميلة، ممتازة، بتحب تكون مثالية، بتاخد كورسات في كل حاجة، بس العطاء كان بزيادة قوي. اتخطبت ثلاث مرات واتسابت بعد الثلاث مرات بدون اسباب اللي هي كتير اللي بتعمله. يعني دلوقتي خطيبك عنده عيد ميلاد، بتروح تعمل له تنوره ومش عارف حاجات زياده عن اللزوم، فالحاجات دي الطاقه دي منفره، خدي بالك. اهمليه باهتمام بقى اللي انت عارفاها، اني اعمل كل حاجه واستنى شويه، اهدى كده، اسيب اللي قدامي ياخد مساحته،
لكن الاهتمام الكتير 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 عامل زي الموجه العاليه، هرجع لورا مش هتدي للي قدامك فرصه ان هو ياخد ويدي. فهي ابتدت تعرف ده لما كانت مركزه على الاخرين، هي حد جميل قوي بتدي قوي، ابتدت تركز مع نفسها. فقالت طب انا عايزه حاجه مديتيشن، ده انا خدت مع ناس كبيره و قلت لها طيب وليده اللحظه سجلتها لها، يعني الصوت اللي هتسمعوه ده انا سجلته للبنت واحنا بنتكلم، طلع مني كده بصي لا خبيره طاقه ولا حضرت ولا اي، طلعت مني من قلبي ليها، فما شاء الله عجبت الناس قوي. وانا نفسي ساعات اسمع نفسي على فكره. فجلسه النيرفانا دي بتطفي كل المشاعر السلبيه. كتير انا عيطت اسماء، انا نمت، انا ارتحت، انا كذا، فهي بتطفي المشاعر السلبيه وبتتخيلي وبخليكي تتخيلي ايجابي، وفجاه رجع شويه للسلبي تاني وبعدين تطلعي الايجابي، فحست هي براحه وانتبهت. بس بصي كل حد يتكلم معاكي، مش شرط انا عشان مدربه، حتى صحابك ولادك، اكتشفي حياته كلها كده حطيها قدامك، وبعدين هتلاقي في بوينت معينه انت محتاجه مدح، انت تبطلي غرور، انت تبطلي عطاء زياده، الحل ساعات بيبقى حاجه واحده. فهي كان الحل حجمي من طاقتك السلبيه، وان انت يا حبيبتي اتخطبتي 3 مرات وكده، هي اتجوزت بجد بقى لها 2 3 ما شاء الله، ربنا يا رب يكمل من يوم ما عملنا الجلسه الحمد لله. فهي انت بتسمعيها في وقت استرخاء بهاند فري افضل، اسمعيها بقى بالليل قبل ما تنامي، في نص النهار. انا دايما اقول للستات نجدتك ساعه خلوتك، اعملي وقت كده دايما ولو ربع ساعه. وبيتحججوا يا نانسي، بيحبوا يعيشوا الدور زي ما قلت لك للاسف، يعني كتالوج اللي قلنا عليه القديم. طبعا فانت حتى لو ولادك بيلعبوا وصغيرين هتقدري تطبخي وهم معاكي في المطبخ زي ما قلنا بطريقتك، يتعاونوا، هتقدري تسمعي حتى وانت قاعده معاهم. ده انا مش بقدر ادخل الحمام، انا بقول حاجات واقعيه عشان الستات اللي بيتفرجوا، انا مش بقدر ادخل حتى يعني اخد شاور براحتي، خدي معاكي بيبي بنتي. شاركيهم بس هي الحل في المشاركه، فالدنيا تبقى سهله. طيب احنا معانا دلوقتي الفيديو هو موجود على اليوتيوب لو حبينا نتفرج عليه، ومعانا دلوقتي فيديو النيرفانا ناخد، هو موجود على صفحه اليوتيوب بتاعه دكتوره اسماء، اعملوا لها لايك وسبسكرايب ونشوف منها جزء كده نسمعه معانا. طيب هو لسه بيتحضر فنرجع نكمل اسئلتنا مع دكتوره. انت نفسك جربتيها؟ هي جميله جدا جدا. حسيتي بايه؟ راحه، يعني اللي هو بعدها خلصت من كل الحاجات السلبيه. بالظبط، بس هي احلى بتهيألي بالليل. ايوه عشان الواحد يسمعها وينام. في ناس بترجع من الشغل لنص اليوم بتحب حاجه زي كده، فبقول لها براحتك اسمعيها لمده دايما 21 يوم يا جماعه في التنميه البشريه، بتبرمجي نفسك على عاده جديده، بتتخلصي من عاده سيئه. 21 يوم حتى هتلاقيها عندنا في شهر رمضان الكريم، ان ناس كتير قوي بتلبس حجاب، بتتغير، بتعمل حاجات في حياتها، وفي حاجات سلبيه ممكن ينفصلوا في رمضان وبنسمعها كتير. صح. فدايما فتره 21 يوم لو عايزه اغير عاده في حياتي استنى على نفسي شهر، خليها شهر افضل، هقدر اغير عاده واحده، لكن ما اجيش اغير كل حاجه في حياتي مره واحده، مش هتتغير، واسيب السلبي وابتدي اعمل نفسي مثاليه، اعمل نفسي ضحوكه وانا هاديه الطبي، اعمل نفسي لا، خليكم طبيعيين على طبيعتكم، ولما انا ما اعملش العادات السيئه ابطلها بس انا خلاص كده تحسنت. يبقى نصيحه الدكتوره اسماء ل 2021 ادخلوا السنه متفائلين. أيوة. بس بمرونه، اعملوا خطه لحياتكم وحبوا نفسكم شويه، فلما تحبوا نفسكم في مرايه قدامكم، لما اشيل المرايه دي، المرايه دي هتنعكس في عيون الناس. لو انا مش مقدره نفسي ودخلت مكان كله شايفني جميله، واول ما دخلت بصوا لي مثلا وبعد كده شالوا عينيهم عشان انا بصيت في عينيهم اديتهم انطباع انا مش راضيه عن نفسي. ساعات بتلاقي حد مليانه جدا وجميله كده ماشيه يا ارض تهدي مالك قد بثقه من نفسها، ثقه، انت بتشوفي الثقه دي بتحبيها. بالظبط، تمام بالزبط. وفي بتبقى ملكه جمال وعدم الثقه بيظهر للاخرين للاسف. انت نورتينا يا دكتور بجد، وكان وقت حلو قوي، وان شاء الله باذن الله هتنورينا تاني. اكيد اكيد ان شاء الله. وخلصت فقرتنا بس لسه الحلقه شغاله، استنونا مع نص الدنيا.